changes هنا in be at اغلبكم حدا يمسح لي اللوح يا صبايا حدا يمسح لي اللوح حتى to resist changes in be at يا الله هي القطعه بس تكون فاضيه بكون في صدى صوت فبدون صوت يا كلب بدون صوت انتو عشان اعرف خلينا ناخذ الحضور والغياب على السريع من هون لما يفتح اللابتوب سألكم ما بدي اخذ حضور وغياب تعالوا اقعدوا هون تعالوا اقعدوا قريب يلا اقعدوا قريب تكنولوجيا انا شفت المحاضره هون هذا كاتبين كاتبين بدون صوت بدون صوت يا كاتبه طيب ايزوتونيك سوليوشن لما اقول ايزوتونيك سوليوشن يعني هلا اذا انا حطيت هون كان عندي سيمي فيل مدد ممبرين وكان عندي هون الاد كونسنتريشن وهون الاد كونسنتريشن وكان عندي سيمي فيل ممبرين فيل مدد للموتر للسون
أقل concentration للأعلى concentration لحتى يصير الأوسط البرشر يعني عنا البرشر على الطرفين متساوي، هذا بسمي عنا ايزوتونيك او عنا ايزوسوماتيك. تمام؟ طيب بالحساب والتراكيب بايش نحن بنعدل الايزوتونيسيتي؟ شو بنضيف اشي لحتى نعدل الايزوتونيسيتي؟ ايش؟ على الزبد؟ لا ان اي سي ال مالكم حساب تراكيب لما يكون عندي ال شو اسمه هو السوليوشن او عنا مش ايزوتونيك مش كنا نضيف عنا ان اي سي ال صح؟ والايزوتونيك سوليوشن عنا لازم يكون يحتوي على 0.9% بيرتن فوليوم ان اي سي ال شو يعني؟ يعني اذا حطيت 0.9% بميت عنا ان ال فهذا عندي سوليوشن ايزوتونيك. شو يعني ايزوتونيك؟ يعني اذا انت جبت ريد بلاد سيل حطيتها بايزوتونيك مقارنة حنا نقول بالهايبرتونيك. شو يعني هايبرتونيك؟ هايبرتونيك عالي. اوكي طيب الكونسنتريشن مقارنة عالي من وين راح ينتقل البوتا؟ من السوليوشن الى لا من الار بي سي لا برا صح؟ وبالتالي شو راح يصير للار بي سي؟ طيب إذا حطيتها هنا في هايبوتونيك شو راح يصير؟ راح يدخل عند الووتر من برا لجوا لأن الكونسنتريشن جوا أعلى من برا وراح يصير لها شو؟ سويلينج وبعدين عندنا تنفجر صح؟ هلا بالايزوتونيك هو راح نفس هون لأن برا نفس جوا فاللي داخل نفس اللي طالع بالار بي سي بتحافظ عندنا على شكلها لا بصير لها سويلينج ولا بصير لها شرينكج فهذا بسميه عنا ايزوتونيك. تمام؟ يعني الايزوتونيك الاوزمتك عنا بريشر ذا سيم هون وهون. تمام؟ فما في داعي ينتقل السولفنت او السولفنت عنا الداخل نفس السولفنت اللي خارج. اما بسميه عنا ايزوتونيك او بسميه ايزوسوماتيك. اوكي؟ هلا في شغله مهمه بالايزوتونيسيتي انه انا بحكي عن الجينيريت للسولفنت للووتر ما عم بحكي عن السيوت. تمام؟ اوكي؟ ففي عندنا سم ماتيريال مثل عندنا البورك اسيد، البورك اسيد هي اللي بتنتقل. تمام؟ فهي اللي بتعمل لي الايزوتونيسيتي هناك. اوكي؟ هي اللي بتعمل لي البرشر. كيف بنقيس الايزوتونيسيتي؟ اول شيء اول تيست تجيب السوليوشن تبعك حط فيه ار بي سي. يصلها شرينكج بيكون هايبر. وإذا صار لها سويلينج بيكون هاي. تمام؟ هاي أول خطوة. الشغلة الثانية إحنا نرى إن 0.9% NSL هو عبارة عن ايزوتونيك. فبروح إن بقارن السوليوشن تبعي بالكوليجاتيف بروبرتيز اللي أخذناهم بالنسبة ل 0.9% NSL. أوكي؟ وأهم إشي كوليجاتيف أنا بروبرتيز نقارن الفريزنج بوينت. تمام؟ فإذا كانت عندنا الفريزنج بوينت الـ 0.9% NACL هي عبارة عن -0.52 كيف؟ فبروح إني بشوف عندنا الفريزنج عندنا بوينت للسوليوشن تبعي، هل هو -0.52 ولا لا؟ إذا -0.52 معناته ايزوتونيك. فهمنا؟ فهي عندنا الطريقة الثانية. هلا كيف نعمل ادجستمنت للايزوتونيسيتي؟ قلنا بإضافة الـ NACL هي واحدة من الطرق اللي هي أنا بسميها الصوديوم عندنا إكويفالنت ميت. تمام؟ يعني كان عندي سوليوشن مش ايزوتونيك بروح عندنا بعمل حسابات اللي رح نشوفها هلا بضل عندنا أضيف كمية مناسبة من الصوديوم كلورايد لحتى يصير عندنا ايزوتونيك بروح عندنا بفحص الفريزنج بوينت هل هي ماينس 0.52 ولا لا؟ إذا ماينس 0.52 أنا بعرف إنه ايزوتونيك بتأكد. فهمنا؟ الطريقة الثانية اللي هي عندنا الوايت فينسنت ميثود. الوايت فينسنت ميثود انت بتضيف عندنا الدراج تبعونك وبتضيف عندنا ووتر لحتى يصير عندك ايزوتونيك سوليوشن فبتحضره ايزوتونيك بعدين بتروح عندنا بتعمل له ديليوشن للقلب بدك اياه بايزوتونيك سوليوشن مثل عندنا بوينت 9 ان اي سي ال او ايزوتونيك. تمام؟
نيجي للطريقة الأولى اللي هي بنسموها الصوديوم عندنا إكويفالنت أو عندنا الإكويفالنت. أهم خطوة دائما أعرف إذا عندي فوليوم، أوكي، من هالسوليوشن من هالفورميليشن اللي بدي أحطها، وإديه بحتاج من الصوديوم كلورايد الكلي لحتى يصير هذا الفوليوم آيسوتوميك. تمام؟ هاي شغلة الأولى. الشغلة الثانية مهمة إنه أنا عندي دراجز بالفورميليشن أو عندي كونستيتوانتس بالفورميليشن. كل واحدة من هالكونستيتوانتس بتساهم بالآيسوتوميسيتي. تمام؟ بمقدار بيعتمد على الـ E value أو عندنا بسميها Atomic Equivalent Value. شو يعني؟ يعني مثلا عندي دراج X، أوكي؟ وبدي أحضر سوليوشن 100 مل من هالدراج. هلا 100 مل لحتى يصير عندنا آيسوتوميك قديه لازم أحط الـ ACL؟ 0.9، صح؟ هيك 0.9 عندنا دراج، مين عندنا الـ NA؟ CL. تمام؟ طيب بس انا دراج اكس بشاركني بشوي من الايزوتوميسيتي حسب عندنا بدي اقول انه الاي فاليو تبعته 0.5. شو يعني 0.5؟ يعني الواحد جرام من دراج اكس زي كانه عوض عن 0.5 جرام من الـ NaCl. فهمنا؟ طيب مثلا انا عندي هون عندنا 1 جرام، معناته انت اوريدي الدراج مشارك How much an ACL is required to make the solution in an isotonic? Indeed. بقول isotonic معناته 0.9 جرام ان ACL موجودة 100 ml. وأنا عندي 100 ml معناته قديه required total ACL required؟ 0.9، صح؟ جرام. اوكي؟ طيب قديه الإفيدرين صارتين شارك للموضوع؟ الواحد جرام حسب عنا الـ E-value قديه؟ 0.23. معناته الـ tonicity من أو عنا الـ equivalent value 0.23، صح؟ جرام. طيب قديه required MACL؟ 6.7 اللي 0.9 ناقص 0.23 ويساوي 6.67 جرام. فهمنا؟ فهمنا؟ ضروري تعرفوها. فهمنا يا تالتة؟ ايه؟ بس ووتر، صح؟ هلا بس ووتر، يس. فلكل مادة لها عنا اي اكويفالنت. مثلا عنا الالكوهول داي هاي دراي 0.7 الاكويفالنت. يعني كل واحد جرام انت بتحطه الكحول زي كانك ضايف 0.7 ان اي سي ال. فهمنا؟ اوكي؟ طيب لا مش بالحفظ، انا بجيب لكم الدائي فاليو. تمام؟ طب خلينا ناخذ حلنا هذا الاكزامبل. في عندي صوديوم عندنا يوزنج صوديوم كلورايد ولا اكويفالنت، كالكوليت نمبر اوف جرام اوف ان اي سي ال ريكوير تو ميك 30 ام ال من سوليوشن. هذا السوليوشن بيحتوي على 2% فيسيوستيجنين سنسيليك. هلا اذا انا بحط لكم هيك بالمية بدون اشي وراها بدكم تعرفوا انها ويت بير فوليوم. تمام؟ طيب اول خطوه شو بقول؟ بدي انا التوتال ان اي سي ار ريكوايرد حتى يصير عندنا ايزوتونيك بدي 0.9 للمية. هلا انا عندي 100؟ لا عندي 30. عندي 30 معناته عندنا التوتال NACL ده 30.9 تقسيم 100، صح؟ بتساوي 0.27 جرام. تمام؟ الخطوة الثانية الـ E value، صح؟ بدي أشوف إن هذا عنا الجرام الفيزيوستجنين قديه شاركني بالأيزوتوميستي، فلازم أعرف كم جرام من الفيزيوستجنين موجود. هذا بقدر أقول كم جرام موجود.
عندي 2 للمية بس انا ادي عندي 30 من الالف معناته ادي عندي 0.6 جرام من النسر السليمي الموية منها 6 جرام ادي سوري 1 جرام ادي في فالي لقيا اوكي 0.16 طيب الموية 6 جرام ادي معناته انا عندي الاكويفالنت ان اي سي ال 0.16 ويساوي قد 0.096 جرام طيب قد ايه بيتكوير هلا من ال ان اي سي ال 0.27 ناقص اللي شارك فيهم الفيزيوسين فهمنا؟ فهمنا؟ ما ضل تهزوا براسكم هيك وبالامتحان ما تعرفوا ليش تجاوبوا لي سهله بالاول اهم شيء تشوفوا قد ايه الفوليوم ما عندكم قد ايه بتحتاجوا توتال ال اي سي ال نسبه التناسب ال 0.9 ل 100 قد ايه الفوليوم اوكي بعدين تشوفوا لي كل جرام ان شاء الله بتحط 20 جرام تحسبوا الاي فاليو لكل واحد الاكويفالنت عندنا اماونت بتجمعوهم بالاخر وبتنقصوا قد ايه التوتال ال اي سي ال من الاكويفالنت فهمنا؟ تمام؟ طيب الطريقة الثانية اللي هي من الوايت هانا فينسنت هانا ميثود اللي قلنا الوايت هانا فينسنت هانا ميثود انك تحضر تحط عنا الدراجز مع بعض وتحط عنا ووتر بحيث تكون ايزوتونيك. فالفوليوم بالمليليتر لازم عنا تحضره من الايزوتونيك سوليوشن للدراجز الموجود معك يساوي الويت للدراج لكل دراج مضروب في الاي لكل جرام مضروب في 111.1 تمام خلينا نشوف انا مثال على هذا الموضوع انا عندي فورميليشن فيها فينا كاين ال سي ال 0.06 جرام وفي عندي بوريك اسيد 0.3 جرام وبدي اكمل احضر قد ايه 100 طب قد ايه الفوليوم هلا الريكوير اوكي اول شيء الويت لكل وحده لدراج 1 في اي 1 زائد اثنين في اي 2 تمام مضروبه في ايش؟ في 111.5 الويت للدراج الاول اللي عندك 0.06 والاي فاليو لها 0.2 زائد الويت عندنا للدراج الثاني 0.3 في نص وكله تضربوا 111.1 اوكي طلع عندي 18 ام ال شو يعني؟ يعني بتجيبوا هذول الدراجين مع بعض اوكي تو دراجز حطهم مع بعض وتحط 18 ملل ووتر وبتحكوها تمام هذا ال 18 ام ال هو ايزوتونيك سوليوشن تمام اوكي طيب بدي اكمل لل 100 شو بعمل؟ بروح عندنا بكمل لل 100 بديليوشن ايزوتونيك سوليوشن شو يعني ايزوتونيك سوليوشن؟ يعني 0.9% ان اي سي ال هذا ايزوتونيك اور اني ايزوتونيك سوليوشن انت بتحطه فهمنا؟ حدا عنده اي سؤال؟ اي سؤال يا ثالثه؟ طيب ان شاء الله عندنا يوم الاحد راح نبلش بالشابتر عندنا الجديد اوكي؟ okay.